وننوه إلى هذا الخبر العاجل، مدير المستشفى الأندونيسي في قطاع غزة يعلن خروج المستشفى عن الخدمة، ونستمع إلى شهادته. القدرة الاستيعابية للمستشفى 140 سرير فقط، أصبحنا نقدم الخدمة الآن إلى 500 مريض لهذا يعني، وأيضا يوجد في قسم الطوارئ ما يقرب من 50 إلى 60 مصاب يحتاج إلى تدخل جراحي سريع جدا لإنقاذ الحياة أو لبتر الأطراف. لهذا أعلننا اليوم توقف خروج المستشفى الأندونيسي عن العمل بسبب زيادة القدرة السريرية، زيادة المرضى عن القدرة السريرية للمستشفى.